حياكم الله. ما في سنة تمر علينا إلا ونسمع عن مشروع علمي مبتكر قام فيه بحريني أو بحريني أو مجموعة شباب بحرينيين. سواء المشروع له علاقة بالجامعة، مشروع تخرج، أو ما كان له علاقة بالجامعة، لا علاقة لكن بتخصص اللي هم فيه. لكن على ما يبدو إن في حلقة مفقودة، يعني نشوف مشاريع وايد تلقى اهتمام، تطلع في الإعلام، تحصل جوائز، تحصل اعترافات دولية، لكن المشروع يبقى مشروع علمي اللي هو مبني أساساً على حل مشكلة في المجتمع أو مبني على فكرة ممكن أنها تشكل قيمة مضافة في مجال معين، بالتالي تعود بالنفع على المجتمع أيضاً. لذلك لازم نسأل ونتساءل وين التقصير، هل من صاحب المشروع أو من جهة معينة من واجبها أنها تتبنى مثل هذه المشاريع؟ سارة، السؤال وين تروح الاختراعات؟ من يهتم فيهم؟ عندنا وزارة الشباب والرياضة تهتم، وعندنا مركز علمي، وعندنا نشاط كبير للطلبة الجامعيين، لكن شنو هي النتيجة؟ وين القطاع الخاص اللي يستثمر في هذه المشاريع؟ وايد أسئلة حول المشاريع العلمية المبتكرة بنطرحها وبندور على إجاباتها عقب ما نشوف نموذج من النماذج البحرينية الشابة اللي حققت إنجازات كبيرة على مختلف المستويات وشرفت البحرين. عشان تكون متميز لازم تفكر بشكل مختلف. اليوم إذا ما تكون قيمة مضافة حق المجتمع أنت زيادة عدد. من مواليد المحرق ومن فريج آل بن علي في الصغر إلى مدينة عيسى في الكبر، عاشت أمينة الحواج طفولتها ونشأتها، ومع تكوينها العقلي والمعرفي تكون عندها مبدأ في الحياة وهو أن كل شيء ممكن. وبعد ما تخصصت في العلاج الطبيعي قدرت تحقق حلمها باختراعها. وفي 2011 سمعنا عن المخترعة أمينة بعد ما حصلت على الجائزة الذهبية من الأمم المتحدة كأفضل امرأة مخترعة. قصة ابتكار أمينة بدت لما لاحظت معاناة مرضاها من ألم مستمر خلال إعادة تأهيل الجزء السفلي من الجسم. كان اختراعها عبارة عن جهاز إعادة تأهيل الطرف السفلي. ومن 2011 وحتى 2017 توالت إنجازات أمينة وحصدت العديد من الجوائز خليجياً وعربياً وأسيوياً وعالمياً. بنت البحرين اللي كلنا نفتخر فيها مرت بالكثير من التجارب وورش العمل والمحاضرات. أي قصة نجاح تكون مبنية على خطوات، يا تكون مدروسة وتوصلك حق طريق النجاح بالشكل الصحيح، أو إنها تكون يعني توصلك لشيء بس ما تكون مستمر، بس بنبني شيء على الستيج مع بعض عن طريق القصة اللي راح نعرضها. وتحدث عنها كبار المسؤولين في العالم مثل وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري. The woman inventor of the year in 2014. Her products, which focus on rehabilitation from hip, ankle or knee surgery, are already being commercialized. وحازت على المركز الأول في أبرز المسابقات الدولية. مرحلة حفلة لأمينة تكللت بتكريم واهتمام القيادة في البحرين. هذا يثبت مدى الاهتمام بالشباب البحريني والثقة بهم لحاضر ومستقبل البحرين. لكن مع كل هالاهتمام وهذه الإنجازات، شنو الأثر اللي تركته أمينة الحواج على المجتمع البحريني؟ وشلون استفادت البحرين من أمينة الحواج بعد كل هالإنجازات؟